صباح الامطار في انتظار تساقط الثلوج موجات ايجابيه ومؤشرات طيبه استقبلنا بهم نهار اليوم. تساقط الغيث النافع في عدد كبير من ولايات الشمال ونتوقع ان شاء الله باش تتوصل المؤشرات الباهيه هذه. الامطار ان شاء الله باش تكون مؤقته الرعديه خلال الساعات القادمه في عدد من ولايات الشمال خاصه في المناطق الساحليه، انما شده الريح اللي تتطلب منا كل اليقظه، برشا ريح اليوم نحكيو على ريح سرعتها باش توصل ل 60 كم في الساعه بالمناطق الساحليه بل توصل حتى ل 90 عرض سواحلنا الشماليه، هذاك علاش نحكيو على تواصل التحذيرات والنشرات الجويه التحذيريه فيما يخص هبوب الرياح القويه وامواج يتجاوز الارتفاع نتاعها 7 امتار على سواحلنا الشماليه. الطقس بارد شويه اليوم، مازلنا معنيين باجواء نسبيا بارده وممكن نسجلوا تراجع طفيف مقارنه بال 24 ساعه الفارته. وفيما يخص درجات الحراره اللي نتوقعوا باش نسجلوها اليوم تقريبا باش تكون بين 13 ل 17 درجه في مستوى ال 11 درجه بالمرتفعات، في انتظار مؤشرات وصول كتل هوائيه بارده بدايه من غدوه العشيه. نتوقعوا ثلوج بالمرتفعات الغربيه مبدئيا. الحاجه الباهيه هو مؤشرات الامطار اللي ان شاء الله باش تكون موجوده نهار الجمعه في الشمال في الوسط المحليه في الجنوب مع تواصل هبوب رياح قويه، وبالتالي نحكيو على مؤشرات عوده الشتويه بقوه. ربي يرحمنا بالغيث النافع، وديما ناكد باش تكونوا متابعين لتطورات الوضعيه الجويه من خلال الفيديوهات اللي باش تلقاوهم وايضا النشرات الجويه اللي باش تلقاوهم على صفحه التواصل الاجتماعي الخاصه بالتلفزه الوطنيه والمعهد الوطني للرصد الجوي. وحذروا رواحكم، راهي باش تبرد بالباهي وباش يرجع الشتاء بقوه.